سايبر تول. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سايبر تول. كما تعودتوا معنا كل نهار 3 من 3 ونص حتى للاربعه مواضيع بطبيعه تهم الامن السيبراني، مواضيع زادة تهم حمايه المعطيات الشخصيه وعديد المواضيع الاخرى اللي تلقاهم معنا. كيف كان مترافقكم اليوم منال في الاخره، سليم في الديجيتال، معكم اسامه كوتي ميكرو كيف العاده، بحثينا خبير البرنامج محمد الحبيب كحبيب سي او اي تي سي ونيك جي ار سي. مرحبا محمد الحبيب. مرحبا بكم اسامه. دونك عديد التفاعلات بالنسبه للحلقه الفارطه، بالنسبه للوقت اللي حكينا على الاستغلال نتاع الاطفال، حكينا على الجرائم الالكترونيه كيفاش تاثر على نفسيه الصغير، نحكيوا على النفسيه من ناحيه سيبريانيه، خاطر اليوم مهم برشا انه اليوم يكون عندنا ثقافه ووعي لمخاطر الانترنت، مخاطر انه اليوم الصغير يستعمل الانترنت. وحابين انه نكملوا في الجزء الثاني هذا، خاطر اليوم وقت نحكيوا زاد من ناحيه تثقيفيه لازم زاد نعطيو ديزاستيوس بالنسبه للي بارون، ديزاستيوس زاد بالنسبه للعائلات، المجتمع كامل اليوم لازم يفهم كيفاش يحد من المخاطر هذه. وبرشا تساؤلات جاتنا على المراقبه نتاع التليفونات. صحيح. وسامع يمكن باش نذكروا في ساعة شنو حكيناه في الحصه الفايته، حكينا على المخاطر السيبرانيه للاطفال وخاصه لاستعمال السمارت فون للصغيرات اللي عمرهم بينات 7-8-9 سنين، حتى هيك شيء اللي ناخذوا العمر نتاع 16 سنه. يمكن مش باش نرجعوا للمستمعين نتاعنا، ما يلزمنا نعرفوا اللي راهو المخاطر السيبرانيه على الصغار، ينجموا يوصلوا حتى لمحاوله الانتحار ولا حتى الانتحار نتاع الصغار هذا. وقت اللي نحكيوا على ابتزاز باستعمال مثلا صور اباحيه، راهو نحكيوا على عائله كامله تنجم تتمس كان مش اكثر من هكا. معناتها راهو خاطر الصغير اللي تلمو فراجيل كو وقت اللي تولي تمسو في حياته في بدنه في كذا، يولي نجم على الرياكسيون نتاعو، لي رياكسيون يوليو معناتها امبريفيزيبل. وهذا يمكن حتى معناتها المختصين في العلم الاجتماعي نجمو يحكيو فيها اكثر، لكن احنا باش نحكيو من الناحيه السيبرانيه كيفاش نحميو صغارنا من المخاطر السيبرانيه. باهي معناتها كبارون كوالي وك معناتها ان انترفونور دون لو دومين دو لا سيبر سيكوريتي، بالنسبه لي اللي راهو لي ريسك سيبرنيتيك على الصغار الامباكت نتاعهم اكبر برشا من لي ريسك سيبرنيتيك على الشركات، خاطر الشركه باللي يكون حتى التو يمكن حتى التو ما سمعناش بشركه صارت لها اون اتاك سيبرنيتيك وسكرت ولا وقفت. صعيب ما نذكرش انه فما شركه سكرت ولا وقفت 100% على خاطر صارت لها اون اتاك سيبرنيتيك. يمكن صارت لها اشكاليات الفديه اي حاجه. ما نرجع حتى راهو في الاشهر الفايته فما شركات عندنا في تونس صاروا لها ديزاتاك وكملت تخدم عادي. يزون تري بيان جيري لا كومينيكاسيون نتاعهم وكملوا يخدموا عادي. يمكن هما زاد عندهم الثقافه طبعا. يعطيك الصحه. لكن بالنسبه للعائله اذا كان ينقص منها واحد من العائله على خاطر او اللي يتمس منها، ما نقولوش ينقص معناتها، ما اذا كان يتمس منها واحد راهو تنجم عائله كامله تدخل معناتها تتمس كما قلت انت تتمس وتكون ويكون لي ريسك نتاعهم ريسك كبير برشا. حكينا على لي سيبر بريداتور، قلنا راهو فما سكون ابان احنا الثريت اكتورز هذوما اللي بريداتور اللي المهمه نتاعهم باش يتصيدوا الصغيرات ويخلطوا معاهم الحاجات وتحت الابتزاز. به راهو ان سيبر بريداتور ما ينجم يشوف الصغير والا يديتكت انه فما صغير اللي فولنرابل، كان ما يعرف الصغير هذاك قداش عمره، كان ما الوالدين ينجموا يبوستيو تصاور صغيراتهم على الانترنت، كان ما ديجا معلومه موجوده، ديجا المعلومه موجوده انه تنجم تلقى مثلا طفل صغير ولا بنيه صغيره عمرها 12 13 14 سنه عندها كونت فيسبوك كي ني با تري بيان كونترولي، وراهو فما عباد في ريشيرش صغيره على الانترنت على الفيسبوك على الانستغرام نجم نعرف ديزانفورماسيون اللي انت ما تتخيلهمش في بالك، نجم نعرفك وين تمشي تحوس، نجم نعرفك وين تصيف، نجم نعرفك وين تسكن، نجم نعرفك شنو هي اللبسه اللي تحبذها، نجم نعرفك شكون هم اصحابك. نصيحه للوالدين il faut traiter la vie privée comme étant une vie privée.
معناتها الحياة الخاصة متاعك والمعطيات الخاصة متاعك راهم متاعك انت. مهمش فما حاجات نجم جو بو لي بارتاجي مع الناس الكل النجاحات نتاعي لي سوكسي نتاعي اي لكن وراه كل واحد حر لكن شخصيا ما نتصورش روحي جو بارتاج متصور صغاري مثلا يعوموا في البحر نعطيك سامحوني بتيت راني مش ندخل في دي سوجي كيما هكا راهو معناتها فما حاجات اللي راهو الفو لي زيفيتي راهو فما راهو نعطيك ان كا عمناول صار في فرنسا راهو ان كوبل ان سي فو فولي الفيلا نتاعهم معناتها سرقوا لهم دارهم بتصويره على فيسبوك خاطر العائله هذيك هبطت تصويرتها اللي هي مش موجوده اللي هي في فواياج السيد اللي يتبع فيهم عرف اللي راهو راهم خرجوا دونك سرقوا لهم سرقت الدار علاش على خاطر البو هبط التصويره اللي هو اللي اون فاكونس هو والعائله نتاعو ولهنا سامحني محمد حبيب انه الصغير ما تنجمش تلومه وقت اللي يشوف انه لي بارون نتاعو قاعدين يبارتاجيو في كل شيء صغير راهو الكوب سامحني بتاتر ما احناش باش نعطيو دروس لك راهو الصغير سي لو روفلي نتاع والدي اش معناتها لو روفلي انت كي تغزر في المرايه تغزر روحك هذاك هو صغيرك هذاك هو صغيرك كي انت تبدا عندك ساعتين كي تروح من الخدمه شد التليفون فوالا هو يبدا يحكي معاك وانت ما تجاوبوش دونك هو باش يشد التليفون باش يشد التليفون وهكا وباش نوليو بتاتر يمكن لاخلطوا من هنا 10 15 سنه القدام بالبروليفيراسيون نتاع لي ماسك نتاع لي رياليتي فيرتوال يمكن نوليو شغال الفتره نتاع رمضان يتعمل بالماسك نتاع ماسك نتاع رياليتي فيرتوال معناتها لو بارتاج دان ديني اون فامي بتاتر يولي يتعمل بكل واحد في بيته وكل واحد شادد تليفون ولا سمارت فون وهو ما عادش فما كل لحمه ما عادش فما كل قرب نتاع ما عادش فما كل لا ديسكوسيون اي ليشانج ما بينات البو والام والبو صاروا رغم الصغار في العمر الفراجيل هذاك يسحقوا شكون يحكي معاهم يسحقوا شكون يفهم من عندهم المشاكل نتاعهم ما تخليش البرود العاطفي اللي يعيشوها الصغار يمشيوا يلوجوا عليه البر من العائله والوقت نوليو ندخلوا عاده في دي معناتها دي سوجي كبار برشا اي دي سوجي كي سون انكونترولابل. خلينا نرجع لهنا للموضوع القارم نتاع الحصه نتاعنا وبطبيعه التام اللي احنا نحكيو فيه كونسيبت كامل نتاع الحصه نتاعنا هو الامن السيبرياني. يقول القائل كيفاش يفيق البارون بانه صغيره قاعد يسيلوا الاستغلال هذايا عب الكتروني بين انت في الحلقه الفارطه حكيت على اليوتيوب كيفاش ينجم يدخل فيديوهات اي من الفيديو اليوتيوب اعطاك سي حل انك تشوف الهيستوريك نتاع اليوتيوب مثلا الواتساب تدخل الهيستوريك نتاعو هل فما كيف حاجه اخرى بتاتر اسامه يلزم لي بارون يسوا اوسي معناتها سونسيبيليزي كو لور زونفون اش معناتها ما تنجمش خلي صغيرك يصب ابليكاسيون انت ما في بالكش باه يخبيها الابليكاسيون مثلا انت وراو الاطفال نتاع توا كاين برشا وي ينجم يخبي عليك ابليكاسيون ينجم الابليكاسيون راهو ينستاليها وقت اللي باش يستعملها بعد يديزانستاليها ويخلي الهيستوريك نتاع الديسكسيون نتاعو مثلا نعطيك مثال ينجم انت محرم عليه بار اكزومبل انستغرام حرم عليه الانستغرام قول له الانستغرام وفيسبوك لا ينجم القليل انت ماكش موجود يمشي ياخو دينار لايت يتيليشارجي الكاتجي يتيليشارجي الانستغرام والفيسبوك يعمل اللي يعمل عليه هو قبل ما يروح للدار تاك تاك سوبريمي ويسوبريمي الابليكاسيون كيفاش نجم نفيق به؟ فماش دي ابليكاسيون انك تنجم تفيقك على الحاجات هذوما الكونترول بارونتال لو كونترول بارونتال لي لوجيسيال دو كونترول بارونتال تو مثلا وخساره انه تو باغ اكزومبل جوجل عامله الابليكاسيون جوجل فاميلي اللي تخليك انت تنجم تتبع شنو اللي يصير على تليفون صغارك وبربي راهو وقت اللي جوجل ولا فيسبوك يقول لك راهو العمر مينيموم نتاع لوتيليزاسيون نتاع لي زابليكاسيون هذه جيميل ولا الاندرويد ولا الفيسبوك راهو 13 سنه ولا 15 سنه نسيت ما تحطوش 30 سنه ما تحطوش اللي ولدك راهو مولود عام 83 معناتها هو تلقاه وانك عمره 10 سنين فهمتني شنو ما تكذبش شنو اللي زيربك معناتها شنو اللي زيربك باش تعطي لولدك سمارت فون علاش خاطر كيما نداده كيما صحابه كل واحد حر لكن راهو ما وصلوا خذاو الديسيزيون هذه كان ما يعرفوا شنو المخاطر نتاعهم باهي
كيفاش هذوما لي سيبر بريداتور نرجعوا للي ريسك، كيفاش لي سيبر بريداتور ينجموا يمشيوا للصغيرات؟ فما لي زاتاك دو فيشينغ، جماعة لي زاتاك التصيد، التصيد نجم يكون بميساج انستغرام، ميساج فيسبوك، دوموند دوموند داجو على على لي 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 ريزو سوسيو هذوما، تبع تبع لي كونتاكت نتاع ولدك على التليفون، تشوف اسكو ولدك عامل دو كونت على فيسبوك ولا انستغرام ولا تخوا كونت على فيسبوك، معناتها كونت اللي يوريه اللي هو امي مع ابوه وامه باش يعرفوا شنو يشوفوا، لكن عنده كونت اخر مش حاط فيه تصويره، مش حاط فيه كذا، واسم غريب، وهذاك هو اللي عامل عامل بيه، معناتها اللي يصير اللي قاعد يحكي بيه، اللي قاعد يحكي بيه مع اصحابه، اللي قاعد يحكي بيه مع لي سيبر بريداتور هذوما. دونك راهو عمليه التصيد راهم يصيروا، نجم يكون بالفيسبوك بالانستغرام، نجم يصيروا زاد بالاس ام اس، راهو في اس ام اس نجم نبعث لك ان لين في اس ام اس تكليك عليه، نجم تمشي تنستالي بيه ابليكاسيون ولا تحل بيه تحل بيه فيديو. ردوا بالنا على صغارنا كيفاش نعطيهم دي سمارت فون، من الانستالاسيون تاع لي لوجيسيال لا توري اترافير، راهو معناتها لي مالوير، سامحوا لي، لي مالوير اللي يتحطوا على التليفونات، راهو كيما قلنا راهو كيما فما دي فيروس للبي بي سي، راهو فما دي فيروس للاندرويد وللايفون. دونك نثبتوا ديما على لي لوجيسيال اللي انستاليوهم صغيراتنا، سورتو لي جو، تو بارش يحطوا دي جو تلقاه من التليفون تلقاه فيه 10 15 جو، و الوغ لا لي 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 بوبليسيتي اللي يجوك على اليوتيوب باش تنستالي دي جو، ولا على ميساج باش تنستالي دي جو. المفروض عليك تلقى روحك معناتها لازمك تفرج فيهم وتعديهم. اكزاكتومون تلقى 15 ثانيه ولا 20 ثانيه، فوالا هو تشهيكك الجو هذيك، كليك صغير يبدا ينستالي، يبدا ينستالي في الـ في الـ في لي جو. لي جو هذوك وراهم شنو؟ وراهم فما سكون ابل لي ستيلرز، هذوما اللي يسرقوا لي الداتا نتاعك، يسرقوا لك تصاورك، يسرقوا لك، ونحاول نقريو صغيراتنا ونوريوهم راهو التصاور راهو حاجه نتاعك انت، معناتها يفو ايفيتي، معناتها بالنسبه ما نعرفش كيفاش باش نعبروا عليها اسامه، ما يفو ايفيتي دو بروندر دي فوتو انتي. بالنسبه للصغيرات نحاولوا نقريوهم نوريوهم حتى كيف تراهم انت يبداو يستعملوا في التليفون باش يصور روحه في اون بوزيسيون او بلبسه معينه، يعيش بنتي عايش ولدي راهو كذا وكذا وكذا، راهو الريسك نتاعك وكذا، تحكي معاه زاد كارت سور تابل، تحكي معاه بطريقه راهو معناتها راهو كيما تحكي معاه تقول راهو نحبك تقرا على روحك، تحكي معاه تقول راهو فما وفما 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 وفما، راهو من الحاجات هذوما في بدنك راهو نتاعك انت، راهو تصور هذوما راهو ما يلزموش يتحطوا، راهو هذوما ما نحاولوا ما معناتها ما تخليهمش، راهو فما حاجات نتاعك انت انتيم، وفما حاجات تنجم تعطيها ما تنجم توريها لل لل لي زوتيليزاتور للعالم الكل، معناتها فهمت، معناتها هذوما حاجات اللي بوتيتر نتصور فما برشا اولياء كي سون اسي سونسيبيليزي بارابور ا سا، مي باغ كونتخ وقت اللي راهو صغار باغ اكزومبل صغار خواتهم ولا صغار معناتها اللي داخلين في العائله في العائله يستسهلوها، لكن راهو معناتها راهو صحيح صغيراتنا نحبوهم ونفرحوا بهم، لازال كيف كيف راهم صغيراتنا كيما احنا نحبوا صغيراتنا، فما شكون يحب لهم الشر، وكيما فما زاد معناتها زعما حاجه هي معادله معناتها في الحياه، معناتها راهو معناتها لو معناتها لا بيدوفيلي سي تان فليو اللي قبل كنا نحكيوا عليه، راهو مثلا في الصغيرات في الشارع والتحرش نتاع الصغيرات في الشارع، توا اسهل بار راهو بال بال بالسمارت فون بالتكنولوجيا، بالتكنولوجيا طرق سهله باش يوصل باش يوصل ويوصل راهو في معناتها علاش؟ على خاطر الوالدين ماهمش بيان ايديوكي، معناتها ماهمش بيان سونسيبيليزي، سامحني زاد كيف الصغيرات ماهمش سون با تري بيان ايديوكي، معناتها نشوفوا توا بار اكزومبل المدارس ما نتصورش كان فما بتاتر مدارس بريفي، مي اذا كان بصفة عام ما تصورش كأنه هذوما من لي سوجي اللي يحكيو فيهم في المدارس. هو يمكن زاد انه النداء معناتها للمعلمين والاساتذه اللي يسمعوا فينا ولا في الروضات انهم يخصوا وقت معين باش يحكيو في الاسبوع صحيح باش يحكيو في الحاجات هذوما، تكون حاجات تثقيفيه، يتصلوا بالمختصين، ينجموا زاد المختصين كيفك انت محمد حبيب قحبيش نجم تكون موجود في المدارس والا في معاهد، انك تحكي مع الصغيرات تحكي مع اوليائهم تحكي مع الصغيرات صحيح. وراهو كما قلنا الحلقه الفايت راهو لانفورماسيون راهي موجوده للبوبليك، راهو لي سيت دو سونسيبيليزاسيون، لي زوتي دو سونسيبيليزاسيون، لي كيت دو سونسيبيليزاسيون موجوده بالعربي بالفرنسي بالانجلي
بالدرجة ما زلت ما نعرفش تكون موجودة ولا ما احنا تحت ذمة الوزارات الكل اللي كان نحبوا نحضروا كيت دو سونسيبيليزاسيون بالدرجة التونسية نجموا نحضروا حاجة ونهديوها لل نداء راهو من هنا بالحق اللي كان نعملوا ان كيت دو سونسيبيليزاسيون دي فيديو دو سونسيبيليزاسيون ولا حتى دي اللي هو احنا تحت ذمتهم بوغ بريزونتي معناتها نحضروا كونتوني ونعطيوه للوزارات باش لوزاره التعليم العالي وزاره التربيه وزاره المراه وزاره الطفوله باش يتعداو في الروضات يتعداو في المدارس يتعداو في الكوليج يتعداو في الليسي وهذا هو معناتها باش الفائده تتعمم على الناس الكل وهذا هو المهم معناتها اليوم الصغير لازم زادا كي يكونوا فما عديد الاطراف اللي هما يوصلوا له المعلومه في حد ذاته معناتها تنجم تحد منهم الخطر هو معناتها on peut faire ce qu'on appelle l'onde de choc معناتها تنجم صغير انت مانيش اكسبير في الكوميونيكاسيون مع الصغار تشاركوا في الحوار يعطيك الصحه تشاركوا في الحوار تقول عايش ولدي عايش بنتي هاو مثلا الحدود نتاعك ما لازمكش ديباسيها هاي الحدود اللي ما لازمكش ديباسيها والحدود اللي ما لازمكش ديباسيها العبد اللي باش يحكي معايا لازم يكون اسي سونسيبيليزي مع الوالدين لازمهم هما يكونوا واعيين قبل ما يحكيوا مع صغيراتهم هما يكونوا واعيين قبل ما يحكيوا مع صغيراتهم وهذاك علاش النداء للاولياء راهي الانترنت سي ان تريزور دانفورماسيون تحل الانترنت تكتب بالعربيه بالفرنسي باللونجلي تنجم تلقى كونتوني يعطيك دي بولت بوينتس يعطيك دي بوان يقول لك راهو هاو شنو يلزمك ما تعملش والباقي كل اعمر ساعات فما دي بارون محمد الحبيب تلقى عنده تليفون الخدمه وتليفون للدار دونك هاو كيمد التليفون نتاع الدار باش يتهنى هاكا يحمي الخدمه نتاعو هو نفس معناتها على ليميت نفس الريسك وكما باش نقراو على المخاطر زادا كيف السيبيريانيه تقراو زادا على المخاطر مثلا نتاع لوتيليزاسيون نتاع سمارت فون على صحتك على صحه صغيرك تعرف انت راهو التليفون اللي ما سكون ابل لوميير بلو اللوميير بلو اللي خارجه من التليفون توا حتى كي باش نحكي عند لي زوبتيسيان نقول لك هاو لو فير انتي لوميير بلو انتي لوميير بلو مي اكبر انمي اكبر عدو للنوم العادي نتاع البشر هو اللومير بلو هيك علاش نلقاو صغار تتقلق تتقلق في النوم نتاعو اعمل نعطيك تيست صغير اعمل خذ التليفون استعمله نص ساعه قبل ما ترقد استعمل التليفون وشوف اسكو يجيك النوم ولا ما يجيكش ولا تلقى الصغير مثلا يرقد بالتلفزه مثلا تو فما ريتنا نعطيك كيما قلنا راهو فما صغيرات راه عمرهم 3-4 سنين تلقاه في بوسات وشاد تليفون وبوهم وتلقاه قاعدين في قهوه وكذا هو شاد التليفون يتفرج مع نحكيو راه هو طول عمره 3-4 سنين يمكن سبعه ما ينجمش يحرك الكروم معناتها هي انديتكتابل في الكروم تاع سمارت فون تخبيه يعطيك صحة بارك الله فيك شكرا لكم على الاستماع كيف العادة تلقاو لي فيديو نتاعنا موجود على الشين يوتيوب اكسبريس اف ام تلقاونا زادة موجودين زادة تنجموا تبعثوا لنا زادة لي بروبوزيسيون نتاع المواضيع اللي تحبوا نحكيو فيها في برنامجكم سيبر توك تلقاو كيف العادة كل نهار ثلاث من 3:30 حتى للاربع في لمن الناس كلها